برأيك إيه أسباب عزوف أو امتناع الشباب عن الزواج؟ في ظروف اقتصادية في الأيام دي وفي حاجات كتير بتمنع الواحد إن هو يتجوز. إن أهالي البنات يعني بيغلوا قوي في الطلبات بتاعتهم. بترجع للحالة الاقتصادية بتاع البلد، بترجع لإن الشاب بقى دلوقتي ما عندوش الإمكانية إن ياخد شقة تمليك. قلة الشغل طبعًا، والناس بتبالغ في الجواز في المبالغ دلوقتي. بالنسبة للبنات إن هم مش لاقيين حد فيه المواصفات اللي هم عايزينها، ما بقاش في حد فيهم يقدر يشيل مسؤولية. كل دماغهم دلوقتي بقت في حاجات تانية خالص، بعيد إن هو ما يقدرش يفتح بيت أصلًا. مش قد واحد إن هو يفتح بيت وياخد قراره يبقى مسؤول عن بيت واسره واولاد. هل في عزوف او امتناع عند غير القادرين ولا عند القادرين برضو؟ لا كله، قادرين او غير قادرين، هو الفكره كلها دلوقتي ان في ناس كتير ما بقتش عايزه تتجوز. القادرين يعني اغلبهم اعتقد بيعادي من المرحله دي، بالنسبه لهم بتبقى عاديه، هم قادرين على طلبات الجواز وكده، بس غير بقى الناس اللي هي بتبقى نفسيا مش مؤهله او كده، انما الاغلب غير القادرين هم اللي مش بيقدروا على الجواز وكده. لا، المقتدر بقى ممكن يكون بيمتنع عن الزواج لاسباب شخصيه، لكن انا بتكلم في الفئه المتوسطه او الجزء يعني الشعب اللي هو في الفئه المتوسطه اللي هو تقريبا قرب بينزل لحد الادنى، يعني اكتر طبقه اللي هو غير مقتدر. طبعا انا مش عايزه اتجوز دلوقتي، واحد هيكبت لي حريتي، انا بخرج وقت ما انا عايزه، بابايا بيبقى عارف انا رايحه فين جايه منين. ممكن طبعا يمتنع عن الزواج عشان هو بيبقى شايف ان هو مش محتاج ان هو يتجوز ويلزم نفسه ببيت واسره ومسؤوليه. مش لاقي حد كويس، ما فيش حد تفكيره كويس يقدر يتحمل مسؤوليه، يقدر يفتح بيت، ابقى قاعده معاه حاسه ان انا مطمنه زي ما انا قاعده ببيت بابا بالظبط. هل في رايك بقى في اولويات دلوقتي عند الشباب اهم من الزواج؟ والله هو دلوقتي كل واحد بيفكر في ان هو يعمل لنفسه حاجه، مش بيفكر في الجواز في الاول، يعني الكلام ده كان زمان. الرجاله يعني شايفين ان الستات دايما نكديين، والستات شايفه ان الرجاله اغلبهم ما يتامنوش. ايوه طبعا، في ناس دلوقتي بتفكر ان هي ازاي تبني نفسها، ازاي ان هي تبدا تسافر عشان تشتغل علشان تجيب فلوس عشان يبقى معاها عماره عشان يبقى عندها شقه. طبعا كل دوت لما يجي يتجوز بيرجع بيلاقي سنه مثلا بقى 35 سنه ولا 40 سنه، فبيجي عشان يبدا يتجوز او يبدا يدور على عروسه مش بيلاقي حد يوافق على سنه. في ناس عندهم حلمهم السفر، في ليهم احلام تانية ان هو يكمل دراسته مثلا، يبقى ليه مكانه مرموقه في المجتمع، يبقى رجل اعمال، فاكيد ده كله هيخلي الجواز هيخليه يقل شويه. هو ده تفكير، يعني دي مش حاجه، مش حاجه، ده تفكيرهم بقوا تافهين مش عارفين ياخدوا قرار، يعني احنا اللي بناخد القرارات. لا تقريبا كل تفكيرهم ان هم ازاي يتجوزوا بس مش عايز ياخد خطوات يعمل كده، مش عايز يشتغل، مش عايز ينزل يعمل حاجه، وعايز يفكر هيتجوز ازاي وازاي اهله ممكن يساعدوه. اختي حاجه 20 سنه رافضه اساسا الجواز، فكره الجواز والكلام ده كله، ورافضه تعيش هنا، حلم حياتها انها تسافر بره تثبت كيانها الاول، وبعد كده تبقى تيجي بقى تدور على الشاب المحترم اللي كذا كذا يعني. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد ما شفنا آراء السادة المشاهدين في مسألة عزوف بعض الشباب عن الزواج، وكذلك أيضا بعض البنات. وأكيد حضراتكم شايفين طبعا، يمكن أنا لفت نظري جدا الكلام اللي قالته المشاهدة الكريمة، أن من أهم الأسباب اللي بتؤدي لعزوف الشاب عن الزواج أو بعدهم عن الزواج أو رفضهم للزواج بدري، السبب في ذلك هو الغلاء المهور، وان بعض الاباء بيغلوا جدا في طبعا طلباتهم بالنسبه للزوج، فبتبقى الجوازه مساله صعبه جدا. وفعلا يا جماعه مهم جدا ان احنا نيسر على الشباب. وخدوا بال حضراتكم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زوج شابا على ما يحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى، زوج شاب على ما يحفظ من قرآن ربنا سبحانه وتعالى. إن سيدنا النبي قال لنا في الحديث الصحيح: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.